ننتقل الآن مباشرة إلى قصر الإليزي لنقل وقائع المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى هناك. الفرنسي وبالنسبة للجانب السعودي هو وكذلك الاتفاقية الثانية ما بين الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية ذات علاقة بالتمويل، تمويل الوكالة، وكالة التنمية والمواقعون هم أنفسهم. صاحب السمو الملكي السيد رئيس الجمهورية، سوف يتم الآن التوقيع على اتفاقين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. الاتفاق الأول بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية يتعلق بالتنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والنهوض بتراث محافظة العلا في المملكة العربية السعودية. يوقع عن الجانب الفرنسي السيد جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية والسيد جيرار ميستخالي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، ويوقع عن الجانب السعودي صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله السعود. الاتفاق الثاني بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية يتعلق بتمويل الوكالة لتنفيذ وتطوير هذا المشروع، ويوقع نفس الشخصيات الموقعة على الاتفاق الأول. إذن مشاهدينا، هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تجري في هذه الأثناء في باريس. كما نلاحظ يتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين فرنسا والسعودية، اتفاقيات بقيمة 18 مليار دولار تتم في هذه الأثناء، كما نتابع في الصور المباشرة التي تأتينا من باريس. الأمير محمد بن سلمان يقوم بهذه Bien, Votre Altesse Royale, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'avoir pu accueillir Son Altesse Royale le Prince Mohamed Ben Salman durant ces trois journées passées à Paris dans une visite officielle en France extrêmement importante. Nous avons eu l'occasion d'avoir un long échange dimanche en fin de journée. كانت لدينا الفرصة لأن يكون هناك تبادل عميق خلال هذه الأيام، وتمكنتم من معاينة المظاهر المختلفة على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي لدولتنا من خلال عدد من الاتصالات مع رئيس الوزراء وكذلك مجتمع الأعمال وبعض الوزراء، وكذلك وقعنا اتفاقيتي إطار مهمتين. وسمو الأمير ولي العهد بلغني رسالة من الملك السعودي لزيارة ستكون إلى فرنسا، وقبلت هذه الزيارة بشرف كبير. تحدثنا أيضا عن عدد من القضايا التي توثق علاقتنا الثنائية والتي ستعزز تبادلنا الذي عززناه خلال الزيارة السابقة العام الماضي، كانت في إطار زيارة شملت الإمارات العربية المتحدة والسعودية العام الماضي. إرادتنا واضحة، وهو أن يكون هناك شراكة مستدامة ما بين بلدينا، وأن يكون ذلك من خلال عمل استراتيجي عمق من قبل وزرائنا خلال هذه الأيام الثلاثة، والتفكير في ماضينا لأنه لدينا تاريخ استراتيجي من العلاقات ما بين السعودية وفرنسا، وذلك منذ بداية نشأة السعودية، و كذلك أن نواجه التحديات المشتركة ما بيننا. العقود الماضية كان هناك شركاء آخرون في المنطقة، وكذلك كان هناك تأكيد على الحديث عن أن السعودية هي شريك استراتيجي واقتصادي مهم للغاية، ووقعنا العديد من
الاتفاقيات كبيرة، اتفاقيات كبيرة، لأن التوقيع على اتفاقيات كبيرة ليس هو الخط الوحيد للتعامل، وإنما أيضا العمل على استراتيجية مشتركة من أجل أن نتحدث ونتبادل وجهات النظر المشتركة وكذلك الاختلافات. وهذا هو الخيار، وهذه هي الطريقة التي اخترنا أن نتبعها، يعني أن نتعامل في الأشياء المشتركة وكذلك نتعايش مع الاختلافات. كذلك عملنا على التأكيد على مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، ولذلك فنحن نواصل عملنا في إطار هذا العمل للعمل مع عدد من الشركاء من أجل اتفاق مشترك للعمل من خلاله في الأسابيع المقبلة. ولذلك أشكركم على هذا التمثيل عالي المستوى، هذا التمثيل النشيط الذي سيكون في الاجتماع الذي سيعقد في نهاية أبريل الشهر الجاري في موضوع مكافحة تمويل الإرهاب، وهذا سيجعلنا نعبئ كل كياناتنا وخدماتنا وقدراتنا من أجل وقف وقطع كل أشكال تمويل الإرهاب التي قد تستغل من بعض الثغرات في التمويل حتى لا يكون ذلك منعكسا على تلك المنظمات الإرهابية. كذلك علينا أن نؤكد على أهمية بسط الاستقرار في المنطقة، واستقرار المنطقة يمر بإرساء استقرار في عدد من الدول. أشكركم على انخراطكم الكبير الذي أخذتموه خلال قمة أو اجتماع صدغ للمانحين للبنان، وأشكركم على إسهامكم لدعم الاقتصاد اللبناني وكذلك إصلاحات اللبنان. وبحسب طلبكم كان هناك مأدبة عشاء بإشرافكم وبتمويلكم على شرف سعد الحريري، وذلك في إطار مؤتمر صدغ للمانحين من أجل لبنان. كذلك وفي إطار بسط الاستقرار تحدثنا عن إيران. بالنسبة لإيران نحن لدينا رؤية تكتيكية مختلفة فيما يخص بالاتفاق النووي مع إيران، ويمكنني القول أنه لدينا رؤية استراتيجية متناغمة. هذه الرؤية الاستراتيجية هي تقليل كل المشاريع الخاصة بالإسلام السياسي التي يمكن أن تغذي بعض أوجه الإرهاب وتزعزع الاستقرار في المنطقة. ولذلك فرنسا تواصل التفكير على أنه من المهم بمكان الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، لأنه هو الذي يتيح لنا أن نراقب ونواصل مراقبة الأنشطة الإيرانية. ولكن كما قلت منذ سبتمبر العام الماضي أن هذا يجب أن يكمل بعمل آخر على مستوى مراقبة الأنشطة الصاروخية الباليستية لإيران وكذلك التوسع الذي تمارسه إيران في المنطقة. وأنا مقتنع أن هذان المسارين ضروريان، وكذلك فيما يخص هذا الاتفاق النووي نحن لدينا نفس الرؤية ونفس الهدف، وسنعزز هذا النقاش في الأشهر المقبلة، لأنه بالنسبة للصواريخ الباليستية الإيرانية وكذلك التوسع الإيراني في المنطقة فنحن لدينا مواقف متشابهة. وفيما يخص سوريا كما في العراق يجب أن يكون هناك مسار انتخابي عراقي يحدث في أحسن الظروف ودون أي تأثيرات إيرانية، ولا يكون هناك أي نفوذ في سوريا من قبل إيران حتى لا يتم تهميش أو تغييب الشعب السوري. كذلك كان هناك العديد من التقاطعات في وجهات النظر حول العديد من القضايا التي أحيانا تعتبر حساسة. على مستوى الدفاع نحن قررنا ومنذ البداية أن يكون هناك حرص على الأمن المتبادل والمعاملة بالمثل مع شركائنا. بالنسبة لليمن منذ بداية الأزمة كانت فرنسا لديها موقف واضح
وتبادلت المعلومات مع المملكة العربية السعودية على أساس أن تضمن أمنها في مواجهة الصواريخ الباليستية. وأنا قلت منذ البداية بأننا لن نتسامح مع أي نشاط باليستي يهدد أمن واستقرار ووحدة المملكة العربية السعودية وأمن المواطنين السعوديين. إذن نحن واضحون في هذا الإطار. كذلك نحن مرتبطون ومحترمون للقانون الدولي والإنساني فيما يخص بالوضع في اليمن. ونحن تحدثنا بالعام الماضي أننا دعمنا القرارات الخاصة بمجلس الأمن حول اليمن، ونحن نواصل التعامل بحذر ويقظة تجاه ما يحدث، ونريد أن يكون هناك عمل إنساني متزايد لخدمة المدنيين في اليمن. وطبعا هناك بعض الهواجس التي تثيرها المنظمات غير الحكومية حول الوضع في اليمن. الأمير محمد بن سلمان ذكرني بكل ما فعل من قبل المملكة العربية السعودية، وهناك مؤتمر إذن مشاهدينا نحن انقطع البث لعطل فني من المؤتمر الصحفي الذي شهده قصر الإليزي بفرنسا بين رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وربما سبق المؤتمر الصحفي بلحظات التوقيع المتبادل بين الطرفين على اتفاقيات مشتركة، في اتفاقيتين تحديدا حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والاقتصادية. أما الاتفاقية الثانية فهي متعلقة بتمويل الوكالة لتنفيذ هذه المشروعات المستهدفة بالتعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية والجانب الفرنسي. وأبدأ الرئيس الفرنسي في كلمته الدعم والتأكيد على الحرص لقطع منابع تمويل الإرهاب وأهمية أن يبسط الاستقرار في المنطقة العربية، ووجه الشكر في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية. وأيضا أظهر الرؤى الفرنسية التكتيكية والاستراتيجية إزاء كثير من الأزمات الساخنة في المنطقة العربية في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وأشاد أيضا بالجهد السعودي المبذول لدعم الدولة اللبنانية. يعني في المتناول الآن مواصلة المؤتمر الصحفي الفرنسي السعودي من قصر الإليزي بفرنسا. إلى هناك من جديد. قوتها العسكرية، وأعلنت السعودية أنها ستضاعف هذا الجهد من أجل دعم مبادرات التنمية في إطار تحالف الساحل. ونحن نريد أن يكون لدينا قدم عسكري وقدم تنموي لمساعدة شركائنا في الساحل. وأود أن أوجه لك الشكر الجزيل، وهذا يعزز الرؤية التي أشرت إليها. ثم لدينا أيضا الجانب الاقتصادي، وقد أدى ذلك إلى توقيع الكثير من الاتفاقيات، وهذا سوف وحتى الزيارة التي سوف أقوم بها إلى المملكة. هذه العلاقة الاقتصادية تمر من ناحية تطوير شركات فرنسية يمكن أن ترافق الرؤية 2030 للأمير محمد فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة والمدن المستدامة وتطوير الذكاء الاصطناعي. ولدينا قدرات وخبرة يمكن للشركات الفرنسية تساهم بها في إطار تنفيذ هذه الرؤية، وهذا سيعزز ويكثف علاقتنا ويؤدي إلى خلق فرص العمل وتنفيذ عقود مشتركة. وثمة إرادة أيضا لاستثمارات في فرنسا واستثمارات استراتيجية مشتركة. وفي هذا الصدد فإن قطاع وسائل الإعلام والاتصالات والابتكار والترفيه هي من القطاعات الاستراتيجية، وهي تتماشى مع رغبتنا في التركيز على التعاون في مجال الذكاء الفرنسي والخبرة الفرنسية. ولدينا أيضا مشروع في المجال الزراعي
والغذاء أيضا، وهذا مجال يهم المستثمرين، وهناك مستثمر سعودي مهتم بهذا المجال. رغبتنا وإرادتنا هي أن الاستراتيجيات الاقتصادية لدينا أن تجد القدرة لتخطيط استثمارات متبادلة والاستراتيجيات متكاملة. وأخيرا فيما يتعلق بالثقافة والتعليم والبحث، فهناك اتفاقية إطارية تم توقيع عليها لتطوير مشاريع مشتركة وبرامج مشتركة في مجال التعليم العالي وتطوير أيضا مبادرة جديدة خاصة باللغة الفرنسية، سوف نعمل عليها حتى نهاية هذا العام. وأعتقد أن ما قمنا بتوقيعه للتو هو مثال قوي بشأن هذه الركيزة الرابعة من خلال إطلاق شراكة فرنسية سعودية من أجل إطلاق مشروع في الأولى، ونحن نسجل رغبة في شراكة تكون شراكة أثرية وثقافية وسياحية واقتصادية أيضا، وهذا ينبع من مشروعكم أيضا الخاص بإظهار عمق ثقافتكم وتجذرها أيضا في الحضارات العريقة، ورغبتنا أيضا في المساهمة في هذا المشروع. إذا تم إنشاء وكالة خاصة بهذا المشروع، سوف يقودها السيد جيرار ميسترالي، وستبدأ عملها دون تأخير. فيما يخص هذه القضايا التي ليست كاملة، وأستطيع أن أقول أننا رغبنا التركيز على هذه الركائز الأربعة لتقوية علاقاتنا. ما أؤمن به بشكل قوي هو أننا في مرحلة من تاريخنا و منطقتنا ما يتطلب هذه العلاقة. أسمع كل التعليقات التي تتردد ويمكن التطرق إليها في الأسئلة، وهذه أسئلة مشروعة تأتي من المجتمع المدني ومن وسائل الإعلام بشأن حقوق الإنسان والموضوعات الحساسة الأخرى الخاصة ببلدكم. أنظر في الوقت ذاته إلى ما يحدث في المنطقة وغير ذلك من المشاريع. لدينا هنا زعيم شاب لديه مسؤوليات وشيكة ويسعى لتقلد أعلى المناصب في بلد 70% من مواطنيه ما دون سن 30. يمكن أن يختار الإنسان أن يظل في موقف تقليدي وأن يقرر أن أو تطوير أو تحديث المجتمع ما يمكن أن تكون تجميلية فقط، وإذا قمنا بذلك فعندئذ نترك الأميرة محمد إذا من يعتقدون العكس في منطقته ويقرر التقهقر إلى الوراء، وأن يكون هناك خيار الإسلام السياسي أو الخيارات الإرهابية. أنا لست زعيم المملكة العربية السعودية ولا يعرف المجتمع السعودي على أكمل وجه، ولكني أعرف أنه إذا كان هناك فرصة لنجاح مشروعه فهذه مسؤولية فرنسا في أن ترافق هذا المشروع في تنفيذه. وبالتالي أقول له أنكم بذلتم الكثير بالنسبة للنساء السعوديات، وهناك كثير من الأمور التي يمكن أن تقوموا بها. هناك حساسيات فيما بيننا، ولكن لدينا زعيم أمضى أكثر من 5% من حياته هنا في فرنسا، والكثيرون درسوا في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا، وقد رأوا أشياء جديدة، وبالتالي الأرض الخصبة للتغيير موجودة. وسأجيب على كل الأسئلة التي سوف تطرح. أعرف أن هناك أوجه قصور أو بعض الاختلافات فيما بين قضايا تطرقنا إليها بكل صراحة، وفرنسا تواصل الحديث مع كل شركائنا في المنطقة، والذين هم ليسوا بالضرورة شركاء للسعودية، لأن علاقتنا ليست حصرية، وهذا أوجه القوة في الدبلوماسية الفرنسية. ولكنني أعرف أن تصميمنا على محاربة الإرهاب ورغبتنا في استقرار الوضع في المنطقة ورغبتنا في تحديث مجتمعينا ورغبتنا في مرافقة رؤية عصرية ووجود مشروع سياسي يسمح بتحرر الأفراد
فهذا له فرصة إضافية لتحقيق النجاح إذا ما تعاوننا لتحقيق ذلك، ولذلك يحدوني الكثير من الأمل لهذا المشروع المشترك ولكل ما سنقوم به في الأشهر المقبلة، حتى الزيارة التي سأقوم بها صاحب السمو الملكي بنهاية هذا العام إلى بلدكم. أشكرك على قبول هذه الدعوة وعلى زيارتك إلى فرنسا خلال هذه الأيام الثلاثة. المصالح السعودية الفرنسية مصالح متعددة وكثيرة جدا، مثل ما ذكر فخامة الرئيس في الجانب السياسي وأيضا الجانب الدامة. وللأسف اليوم أن أغلب هذه المشاريع الهدامة موجودة في الشرق الأوسط وبجوارنا في المملكة العربية السعودية، هناك نظام إيراني نعرف جميعنا بأنه هدفه هدف أيديولوجي بحت، ليس هدفه خدمة مصالح إيران والمواطنين الإيرانيين، بل هدفه خدمة مصالح الأيديولوجية الإيرانية. والأدلة كثيرة من 30 سنة الماضية، وآخرها حصلوا على 150 مليار دولار لم يبنوا حتى شارع أو مجمع سكني أو مجمع صناعي في إيران، فهدفهم واضح، فقط دفعوا فيها لإرسال صواريخ للسعودية ودعم منظمات إرهابية في أماكن كثيرة في العالم. أيضا عمل إيران على النظام الإيراني على دعم الإرهاب ليس فقط في حزب الله أو الحوثيين أو هذه المنظمات، نجد اليوم الكثير من قيادات القاعدة متواجدة في إيران بما فيهم ابن أسامة بن لادن، ترعرع وتربى وكبر في إيران والآن هو يحاول أن يكون القائد القادم لتنظيم القاعدة. فجميعنا نعرف هذا المخاطر وليس لدينا أي ضبابية على هذه المخاطر، ونحن نتواصل ونتفاهم كيف نتعامل معها ونتأكد بأن العالم كله آمن وسليم سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في أي أماكن أخرى في العالم من هذه الأفكار الهدامة، وكيف ندفع بالأفكار التي تخدم مصالح الوطن ومصالح المجتمع الدولي بشكل عام. فالتنسيق السياسي والعمل السياسي مهم جدا بين بلدينا بحكم موقعها في العالم الإسلامي وفي العالم العربي وفي دول الخليج، وأيضا موقع فرنسا في أوروبا. المملكة العربية السعودية ليست فقط دولة من أكبر 20 اقتصاد في العالم أو دولة لديها قوة عسكرية وقوة سياسية مهمة، المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة ودول الخليج التي تقع من ضمن ثلاث تحالفات، التحالف الإسلامي والعربي والخليجي، وموقع المملكة العربية السعودية في هذه التحالفات موقع استثنائي ليس موقع طبيعي وعادي، وهذه القوة وهذه العلاقات مع حلفائنا في الشرق الأوسط ومع فرنسا وحلفائها في أوروبا بلا شك سوف تكون مهمة جدا لمجابهة كل التحديات في الجانب السياسي. أيضا في جانب الدفاع هناك مبادرات كثيرة جدا نعمل عليها، أهمها في دول الساحل، وكنا نحذر مرارا في الثلاث سنوات الماضية من خطر انتقال الإرهاب بشكل كبير جدا لدول الساحل، لأنه أغلب الدول في هذه المنطقة اقتصادياتها ضعيفة والأمن فيها ضعيف جدا، وإذا تمركز الإرهاب في موقع دول الساحل سوف يكون انتشاره سهل جدا، سوف نواجه غابة كبيرة جدا من الإرهاب تؤثر على أوروبا وتؤثر على الشرق الأوسط. مبادرة فخامة الرئيس الفرنسي بيأخذ هذا الموضوع بشكل جدي لقيت ترحيب واسع من المملكة العربية السعودية ودعم كامل في كل الأطياب وفي كل الاتجاهات. العلاقة الاقتصادية علاقة مهمة جدا، اليوم هناك مشروع تغيير قوي جدا في فرنسا ومشروع تجديد قوي جدا في فرنسا، أيضا هناك مشروع مماثل في السعودية، في السعودية نعتقد أن لم نستغل إلى اليوم إلا فقط 10% من قدراتنا وإمكانياتنا، وهناك 90% نريد أن نستغلها سواء في قطاع النفط أو قطاع البتروكيماويات أو المواد المستخرجة من النفط أو في قطاع الغاز أو في قطاع الطاقة أو في قطاع المعادن أو في قطاع النقل و التجارة أو في قطاع الخصخصة أو في المحتوى المحلي أو في ميزان المدفوعات أو في قطاع الاستثمار، هناك مبادرات ضخمة جدا، وكل خططنا في المملكة العربية السعودية تتمحور حول القوة السعودية وممكنات السعودية وليس لتكرير أي نموذج آخر في العالم. وهنا تتقاطع مصالح كثيرة بين السعودية وفرنسا سواء بفتح المجال للشركات الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة العربية السعودية أو للاستثمار في الرحلة الفرنسية بالمقدرات لدينا في المملكة العربية السعودية، فهناك فوائد كثيرة مشتركة سوف تخلق وظائف في البلدين وسوف تخلق نمو اقتصادي في البلدين وتبادل تجاري إيجابي للغاية. التعاون الثقافي مهم جدا خاصة المملكة العربية السعودية، احنا هدفنا في المملكة العربية السعودية اليوم حسب رؤية 2030 بأن نكون نقطة محورية بين القارات الثلاثة آسيا وأوروبا وأفريقيا، ولكي نكون نقطة محورية بين القارات الثلاثة يحتاج أن نفهم ثقافات العالم وأهمها الثقافة الفرنسية. كما فرنسا لها دور كبير جدا في حماية الآثار وتطوير الآثار وتطوير المنتجعات والأماكن السياحية المميزة في أنحاء العالم، لذلك المملكة العربية السعودية ساعة أن تكون فرنسا أحد أهم شركائها في مشروعها في محافظة العلا. هناك الكثير من التفاصيل
التي تخدم البلدين وتخدم أوروبا وتخدم الشرق الأوسط وتخدم العالم، دورنا كقيادات في السعودية وفي فرنسا بأن نتأكد بأن هذه الفرص تحقق وهذه التحديات تجابة بكل قوة وبكل سرعة. شكرا لكم. شكرا فخامة الرئيس. Nous allons maintenant prendre les questions. سيادة الرئيس، لدي سؤال. هذا السؤال، أعرف أنه هناك تطابق في وجهات النظر في الكثير من الملفات بين السعودية وفرنسا، السعودية وفرنسا في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية، وأيضا الوضع في سوريا وكذلك في اليمن، وأيضا العلاقات المشتركة أو الصداقة. الأهم بالنسبة لي، ذكرت بأنه في اختلاف بسيط في بعض الجزئيات، وهذا الموضوع الملف الإيراني وخصوصا الاتفاق النووي. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي سبقا صرح بأنه هذا الاتفاق النووي أقوال إيران لا تقترن بأفعالها، وكذلك الأجندة الإيرانية والأدلجة والتأثير الذي يصاحب هذا العمل الإيراني. كذلك الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة ذكر بأنه بصدد الانسحاب من الاتفاق النووي. ما هو موقف فرنسا من الاتفاق النووي؟ هل ستنسحب أم ستسعى إلى تعديل هذا الاتفاق؟ أم ما هو الرؤية والتصور من أجل وقف هذا التمدد والهيمنة والسعي الإيراني لامتلاك سلاح نووي على حساب دول المنطقة بما يضر بمصالحها؟ شكرا. Alors, sur ce sujet. Alors, la France sur ce sujet. La France qui est signataire de cet accord du 14 juillet 2015 dont je le rappelle les États-Unis d'Amérique. علاقة بهذا الموضوع. À l'origine. الفرنسا التي هي طرف في الاتفاق النووي، وأذكرك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بادرت بهذا الاتفاق، وقد لاحظنا أن هذا الاتفاق تم احترامه من جانب إيران، وقد استقبلت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤول عن مراقبة هذا الاتفاق، وأكدت مع رئيس ترامب على ضرورة التأكيد وتعزيز التفتيش في المؤسسات الجامعية. إذن يتم احترام الاتفاق الذي تم توقيعه، لا أستطيع أن أقول عكس ذلك. هذا الاتفاق هل هو يغطي كل الموضوع الإيراني؟ الجواب هو كلا، والاتفاق لا يتعرض لما بعد عام 2025. حتى عام 2025 هناك متابعة وشيكة وتقوم بها المنظمة الدولية الأسلحة النووية، ولكن السؤال يطرح بشأن ما بعد 2025، ويجب التأكيد على هذا الآن باستكمال اتفاق بالنشاط الصاروخي، وأكدت على ذلك السعودية، ويجب أن نكون مساعدين إذا استمر النشاط الصاروخي في المنطقة. يجب أن نفرض عقوبات بهذا الشأن، يجب أن نتبنى استراتيجية مشتركة للتصدي للنشاط التوسعي الإيراني، سواء تعلق الأمر بالعراق أو اليمن أو سوريا، ونعرف ما يحدث أيضا في لبنان في مجال زعزعة الاستقرار. هذا ما ينبغي علينا القيام به، وهذا ما أزمع القيام به. ولجعل هذا العمل فعال، هل يجب وضع حد أو إنهاء الاتفاق النووي؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، لأن ما هو البديل للاتفاق النووي؟ لدينا مثال آخر، وهو مثال اتفاق كوريا الشمالية. هذا البلد الذي تأثر بالعقوبات الدولية والحصار الدولي، لكنه نجح في إحراز تقدم للقيام بتجارب إطلاق الصواريخ كما قام به مؤخرا. إذن إذا خرجنا من الاتفاق النووي، فليس هناك ما يضمن بأن إيران لن تواصل النشاط النووي. وأؤيد ما قاله الأمير محمد قبل قليل، ولكن النظام الإيراني نفسه واجه صعوبات، لأنه لم يعطي للشعب الإيراني نصيبه من هذا الاتفاق النووي. إذن رأيت وقد رأيتم ذلك المعارضة التي شهدناها والمظاهرات التي جرت خلال الأشهر الماضية في إيران. من جانبي أعتقد أن قوة الدول الكبرى التي تدافع عن القانون الدولي هي اتفاقيات، ليس اتفاقيات أولئك، أو هي اتفاقيات التي لا يجب على الدول ألا تحترمها. فلا يمكن لبلد
عضو في مجلس الأمن الدولي يوقع اتفاق ويقول أنه يحترم القانون الدولي، ويقول أنه لن يحترم هذا القانون عندما الأمر لا يكون في مصلحته، أنه لا يمكن إيجاد نظام دولي على هذا الأساس. هذا لا يعني أنني أعتبر أن الوضع القائم مريح بما يتعلق بإيران. جوابي واضح، هو أن هناك عملية أمريكية جارية تتعلق بالرئيس والكونغرس، وقلت من جانبي أنني لا أوافق هذا القرار، وآمل أن نستكمل الاتفاق النووي باتفاق بشأن الصواريخ والنشاط الإقليمي لإيران. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر. question pour chacun de vous qui est liée à l'actualité. Tout d'abord au président français. Dans quelques heures, il y aura une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Georges Malbrino, من جريدة Le Figaro. لدي سؤال لكل منكم. Tout d'abord, au président français. سؤال وجهه للرئيس الفرنسي. بعد ساعات سيعقد اجتماع في مجلس الأمن حول سوريا. هل يمكن لفرنسا أن تقوم بعمل عسكري خارج مجلس الأمن الدولي؟ وما هو هدف عمل من هذا القبيل، عمل عسكري من هذا القبيل؟ وهل حلفاء النظام الإيرانيين وروس يمكن أن يكونوا هدفا لهذه العملية العسكرية؟ سؤال لسمو الأمير. قلت مؤخرا أن بشار الأسد سيبقى في السلطة وأن ما يشغلكم هو النفوذ الإيراني في سوريا. هل المملكة العربية السعودية يمكن أن تشارك في ضربات عسكرية أمريكية وفرنسية ضد سوريا؟ Notre objectif premier en Syrie. هدفنا الأول بالنسبة لسوريا هو محاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية. وأذكر أنهم من سوريا هاجموا فرنسا وانطلاقا من الرقة تحديدا، وقلت ذلك مرارا. فالنظام السوري ليس عدو فرنسا، فهو عدو الشعب السوري، وما شاهدناه في الأيام الماضية أثبت ذلك. إذن فرنسا لا تخرج عن هذا الإطار، وتدخلنا في إطار التحالف الدولي هو ضمن الرغبة في محاربة داعش. ولكن قلت أن لدينا خطوط حمر تتعلق بما قام به النظام تجاه المواطنين السوريين والمسلحين. السماح إذن سماح لوصول المساعدة الإنسانية وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية. حصلنا على معلومات من مصادر مفتوحة في الكثير منها، ووسائل الإعلام تناول ذلك بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، ومن البديهي أن المسؤولية تقع على النظام السوري. وفي هذا السياق فإن فرنسا تقوم بعمل دبلوماسي أولا في مجلس الأمن الدولي. ما حدث في نهاية الأسبوع الماضي تحديدا هو انتهاك واضح للقرار 2401 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، ووافقت روسيا على ذلك. وبالتالي هذا أمر في نظرنا مثير القلق، أن يقوم عضو دائم في مجلس الأمن الدولي أن يقوم بعمل ضربة جوية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. يجب أن نواصل إدانة هذا السلوك ونتقدم على صعيد دبلوماسي، وهذا خرق للقواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفرنسا ستواصل عمل دبلوماسي لتعزيز مراقبة استخدام الأسلحة الكيميائية، كما فعلنا ذلك منذ أشهر بالتعاون مع الولايات المتحدة، وقمنا بمبادرة وسنعقد اجتماعا قريبا بعد الهجوم هجوم سكريبول بسلاح الكيميائي، وبادرنا مع الأمريكيين لإعادة تنشيط آلية التحقيق المشتركة في مجال الأسلحة الكيميائية. وقد أوقفت هذه الآلية عملها منذ نهاية العام الماضي بسبب الموقف الروسي. ويجب أن نركز على العمل الإنساني بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية. يجب بالتعاون مع الأمم المتحدة أن نضمن فيما يخص هذا المجال الإجلاء الإنساني للمدنيين
الذين يتم تحديدهم وكذلك إيصال المساعدات الطبية، وهذا العمل الإنساني أساسي وفي المدى القريب هو أهم من أي شيء آخر لإنقاذ المدنيين، وحتى لا نرى الصور التي شهدناها. وأؤكد على ذلك كثيرا، لأمل أن نواصل العمل بتعاون مع شركاء. مشاهدينا، تابعنا جانبا من وقائع المؤتمر الصحفي والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين الرئيس الفرنسي ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، وكذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لفرنسا. تطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين فرنسا والمملكة العربية السعودية فيما يخص العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وسوف بعد هذا الفاصل نأتي بفترة إخبارية شاملة، فكونوا معنا.